السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نتشارك معكم هاد الطويجين ديال الكفته. صراحه كيجي زوين بالنسبه للفطور، نتمنى يعجبكم وتجربوه وتخليوا لي رايكم. كما كنقول ديما على بركه الله، عندي هاد 4 ديال المطيشات، عندي الكفته، عندي العطريه، معي القادي التحميره، معي القادي البزار، معي القادي الخرقوم الصفر، وعندي هذاك القزبر مطحون، عندي القزبر المعدنوس مقطعين، عندي بصله صغيره. دابا خليكم معنا تشوفوا طريقه التحضير. عندي هاد نص كاس ديال زيت مائده. المهم انا شعلت على الطويجين ديالي، شعلت وغنزيد عليه هاد الزيت، زيت مائده. صراحه الطويجين كيجي زوين. المهم دابا انا درت زيت مائده وغنزيد هذيك البصيله باش تشحر مزيان. المهم قطعتها مربعات صغار، خليكم معنا نتمنى الطريقه ديال هاد الطويجين، صراحه كتجي زوينه. المهم دابا غنزيد عليه شويه ديال الملحه ونخلي هذيك البصيله كتشحر مزيان حتى كتدبل. صراحه الطريقه كتجي رائعه. المهم كل واحد وكيفاش كيدير الطريقه ديالو ديال الطياب ديال الكفته. دابا انا غنزيد هاد الكفته فوق البصله وكنخليها تشحر مزيان حتى كتشحر الكفته. وبالنسبه لهاد الطريقه اللي كندير انايا، الزفوريه ديال الكفته ما كتبقاش، كتحيد ديك الزفوريه ديالتها، كتجي زوين طويجين. دابا غنغطيو عليه ونخليوه كيتشحر. المهم دابا الطويجين ديالنا ها هو بدا كيتشحر، كنقلبوا هذيك الكفته. المهم انا راه ناقصه عليه داكشي اش كتشوفوا، ما ناقصه عليه مزيان البوطه، حيت الا الطاجين جهدتو عليه البوطه راه كيطرطق. لا ما كتخليوه كيطيب على خاطرو بالمهل. المهم ها هو دابا الكفته ديالنا تشحرات، غنزيد عليها مطيشه اللي قطعت طريفات حتى هي. المهم كل واحد يدير حساب لا كونتيتي اللي بغا. المهم حنا ما كتارش بزاف، وعرفتوا مع الفطور كيكونوا بزاف ديال الحوايج في الطابله، الاحسن الواحد بلا ما يكثر. دابا غنزيدوا هاد العطريه ديالنا كلها التوابل، غنزيدوها فوق هاد الطويجين ديالنا، فوق الكفته ومطيشه. دابا غنخلطو مزيان باش تخلط هذيك العطريه ونخليو الطويجين ديالنا كيطيب. المهم انا ما كنسرعش الفيديو، كنصور معكم هذاكشي بالتفاصيل كيفاش طيبتو كيفاش حضرتو. دابا غنزيد عليه شويه ديال القزبر المعدنوس ونخلي شويه التزيين في الاخر. المهم انا كنصور معكم بالتفاصيل. ها هو الطويجين ديالنا كيتبخ، مازال ان شاء الله غيشرب شويه ديال هاد لاصوص اللي باقا فيه. المهم ها هو شفتو، راه كلشي كيتشحر كلشي كيطيب، البصيله ديالنا كطيب مطيشه. صراحه الطريقه كتجي زوينه، وكل واحد كيفاش الطريقه كيفاش كيطيب الكفته ديالو. المهم عندنا زدت فوقه شويه ديال الزيتون، اللي كيبغي يدير البيض يديرو. انا صراحه ما كيعجبنيش البيض ندير فوق الكفته، كنفضل نخليه عيب بحال هكا احسن، كيجي زوين. اللي بغى يدير البيض يفقص البيض من فوق، هاي فقصو. دابا درنا داك القزبر اللي كان بقى علينا، كنديروه من الفوق، كيعطي صراحه واحد المذاق زوين رائع. ونتمنى الطويجين يعجبكم، وما تنساوناش من اللايك ومن التعليق ومن البارتاج.
ونتمنىكم تكونوا دوزتوا رمضان مزيان. المهم ها هو الطويجين ديالنا وجد طاب، طفينا عليه، نتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها. يالله مع السلامة، نخليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله، مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، في أمان الله.